علاقة وثيقة جمعت الشعب المصري بالقوات المسلحة عبر التاريخ. كان الشعب المصري فيها ظهيرا قويا ومساندا للجيش في فترات الحرب والتنمية. شفرة استعصى حلها أمام كل من حاول فك رموزها. تلك هي التي جمعت الشعب المصري بجيشه، وهي الشفرة التي لم تتغير منذ بناء الجيش المصري حتى سارت عقيدة متبادلة أن الجيش للشعب وهذا الشعب مساندا لجيشه. على مدار التاريخ اصطف الشعب المصري خلف الجيش في كل الفترات التي تطلبت تلاحما بين الاثنين. ورغم استمرار تلك العلاقة المتلاحمة بين الاثنين قبل ثورة يوليو عام 1952، إلا أن الفترة التالية للثورة بلورت تلك العلاقة، خاصة مع تقدير الشعب المصري للدور الوطني الذي لعبه الجيش المصري في التخلص من الاحتلال الإنجليزي. ولم تمر على تلك العلاقة لحظات أصدق من تلك التي مرت على الشعب المصري منذ نكسة 1967، إذ لم يفقد الشعب المصري إيمانه بجيشه، وظل الشعب المصري مؤيدا ومساندا لقواته المسلحة حتى انتصرت من جديد في حرب 1973. الحروب وإن كانت انتهت بعد 73، إلا أن معارك الجيش المصري لم تزل مستمرة، سواء على الصعيد الداخلي فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والمشاركة الوطنية في بناء مصر، أو خارجيا في التصدي لمحاولات هدم المجتمع وزعزعة استقراره. معركة بناء وتنمية يخوضها الجيش المصري، يواجهها حربا ضد الإرهاب تسعى لإيقاف مسيرة التنمية. ومع إعلان الجيش المصري عن العملية الشاملة في سيناء والتي تعد العملية الأكبر لتطهير مصر من الإرهاب، كانت استجابة الشعب المصري واضحة لإعلان دعم الجيش وتفويضه بشكل كامل لتلك المرحلة. مصر وتجابه أقوى تنظيم سري في العالم، ده معناه إن احنا يا مصريين كلنا على قلب رجل واحد. احنا قادرين نهزم الإرهاب ونهزم المجرمين ونهزم القتلة ونهزم المخربين. لن يستطيع أحد بإذن الله النيل من هذا البلد.